اتنين سفن الأشباح، من الذي هبط تحت الماء وفعل ذلك في صمت؟ نتكلم على ما تسمى يعني بين قوسين أحداث سبتمبر 22. على عمق كبير جدا تحت سطح الماء لقينا إنه في عملية تخريبية غير مسبوقة. تحت العمق الكبير جدا ده في المية لقينا إن في تفجير لخط نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 اللي بينقلوا الغاز من روسيا إلى أوروبا ولا سيما ألمانيا. طبعا في نقاش وجدل كتير جدا منذ ذلك الحادث في سبتمبر 22، من الذي فعل ذلك؟ مين اللي غطس هذه المسافة كبيرة جدا جدا ووصل إلى هذه الخطوط وخرب هذه الخطوط؟ بنتكلم على 4 تخريبات موجودة، بنتكلم على 4 ثقوب كبرى في نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، في ثقب فيهم يصل إلى 50 متر. فإذا في طبعا لازم تكون قوة عندها قدرات تكنولوجية كبيرة جدا تقدر تعمل ده في سرية، وإلى الآن ما نعرفش بالظبط مين اللي عمل كده. ما إن حدث ذلك لقينا بريطانيا ووراءها جزء كبير من الغرب بيقول روسيا اللي عملت كده، لكن لقينا روسيا بتقول إن اللي عمل ده يستهدف المصالح الروسية، لأن نورد ستريم 1 و2 حتى لو مش شغالين دلوقتي هما في نهاية بينقلوا الغاز الروسي إلى أوروبا، فمش ممكن روسيا تخرب خطوط لمصلحتها، فالأغلب إن طرف آخر هو اللي عمل ده. أمريكا طلعت وقالت يعني مراكز أبحاث فيها تقديرات إن أوكرانيا اللي عملت ده، يبقى إذن تقديرات أمريكية بإن أوكرانيا اللي هي خربت هذه الخطوط، تقديرات بريطانية روسيا اللي خربت هذه الخطوط، تقديرات روسية إن بريطانيا اللي خربت هذه الخطوط، يعني روسيا اتكلمت مباشرة على بريطانيا. في بريطانيا اتعمل فيلم وثائقي مهم بيتكلم عن هذا الموضوع، إنه طبعا بيؤيد الرؤية البريطانية أو الرواية البريطانية إن روسيا اللي فجرت هذه الخطوط أو عملت عمليات تخريبية تحت الماء. في هذا الفيلم الوثائقي اللي عنوانه حرب الظل لبوتين بيتكلم فيه أكتر من خبير بريطاني، بعضهم كان في استخبارات بريطانية فيما قبل، بيقول إن لقينا إن قبل أحداث سبتمبر 22 في هذه الخطوط لقينا إنه في سفن روسية بتذهب قرب هذه الخطوط، وإنه في مناورات حصلت في هذا المكان، وإنه فيما بعد نفس البروفة دي لقيناها في تفجير هذه الخطوط، وكانت السفن الروسية اللي بتيجي ديت قادرة إن هي تدخل لإنقاذ غواصات تتعامل في الأعماق، وبالتالي عندها القدرات التكنولوجية تساعد في هذا التخريب. الإنجليز في هذا الوثائقي بيقولوا إنه روسيا بعتت هذه السفينة وإنها بعد شوية جت موقفة المحركات أو موقفة الصوت بمعنى أدق، فتسمى في هذه الحالة سفن أشباح، لما هي توقف الاتصال الإلكتروني وتخفض الصوت في هذه الحالة بيسموها في الصحافة الغربية سفن أشباح، وبعدين تبدأ تتواصل مع القوات بتاعتها بطرق مختلفة عن الطرق المعتادة. اللي يخلي سفن روسية تروح لهذا المكان وتتحول إلى سفن أشباح وما فيش أي اتصال ولا أي صوت مسموع بالنسبة لهم، وبعد كده نلاقي تخريب هذه الخطوط، إذن طبقا لهذا الفيلم روسيا هي التي فجرت هذه الخطوط. لكن طبعا دي رواية بريطانية، روسيا لا تزال مصرة إنه بريطانيا على الأرجح هي اللي فجرت هذه الخطوط، والإعلام الأمريكي اتكلم عن أوكرانيا اللي فجرت هذه الخطوط، ولما أوكرانيا نفت فالإعلام الأمريكي قال إنه جماعات أوكرانية لكن ليست تابعة للحكومة الأوكرانية. مجمل هذه القصة أو أخطر ما فيها عدم اليقين، مش عن شيء حصل مثلا من 5000 سنة أيام الفراعنة، ولا شيء حتى من 500 سنة، ولا حتى من 50 سنة، تكلم على شيء منذ شهور. بكل التكنولوجيا اللي في العالم، بكل الأقمار الصناعية اللي موجودة، بكل السفن اللي لها اتصالات في كل مكان، تكلم على بحر ضيق مش المحيط الهادي،
وعلى مسافة بين روسيا وألمانيا، كل دول أوروبا محيطة بذلك، عندك السويد وفنلندا كل دول موجودين، النرويج. ومع ذلك بكل هذه الإمكانات، كل هذه التكنولوجيا، بكل التجسس اللي موجود، بكل الأقمار اللي في العالم، ومع ذلك مفيش يقين في موضوع زي ده. روسيا تقول بريطانيا، بريطانيا تقول روسيا، أمريكان يقولوا أوكرانيا، أوكرانيا تقول لأ، وبعدين يقولوا جماعة أخرى من أوكرانيا. اللا يقين في شيء قريب جدا منذ شهور، في شيء قدام العالم كله، في شيء رغم كل التقدم المذهل في عالم اتصالات وأقمار التجسس والأقمار الصناعية عموما. ده نموذج كبير وخطير جدا، الإجابة على سؤال من الذي هبط أسفل الماء على هذه المسافة الطويلة وقام بتخريب خطوط الغاز نورد ستريم 1 نورد ستريم 2. إنه اللايقين والمزيد من اللايقين في هذا العالم.